الكلمة عنوانها يا اخوان تك. فاو ولا فون ولا ايفون؟ بسرعة تك فون يا شباب، تك فون يا شباب. وش بعده؟ ما ندري. الشيخ محمد رسيدي لعله يشوف تك فون وش يبي منا. اسأل الله ان يوفق لنا وياه فورا وياه، وشاكر لكم على تحملكم وحنان. خلص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذا المكان، أن يجمعنا في جنات النعيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم بالإيمان. قولوا آمين. أولا أيها الإخوان، يعني بداية وبهذا الجمع المبارك وبالله وتالله أيمانا بالله أننا نحبكم في الله، وما اجتمعنا في هذا المكان إلا من أجل الله. قالوا لنا الإخوان وش الموضوع؟ ما بغينا نتطرق إلى مواضيع مملة أو تكون المواضيع تأتي بالسآمة أو تكون مشتتة، فقلنا تكفون يا شباب وتكفى. ترى تكفى تهز الرجاجين لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. اتركنا هذه من الأمور الاجتماعية، ولكن الآن النداء نقول لك تكفى وتكفى يا شاب. والله لن يدخل في جيبي شيء من المال، ولا أطلب سمعة ولا رياء ولا عجبا ولا ثناء، إنما أطلب منك أيها الغالي أن أصلح قلبي وقلبك إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فإذا صلح القلب وإذا كنت سعيدا فزت بجنة عرضها السماوات والأرض. قبل مدة وقبل أيام يعني كنا في إحدى الدول، ألقينا إحدى المحاضرات، بعضها نقدر نصرح وبعضها ما نقدر، يعني بعض الدول، ولكن كان قرابة الحضور أكثر من 600 إلى 700 شاب. يا أخوان الناس توجهوا للدين شيء خيالي، يمكن ما تعرفون قيمة الدين. أقولها في كل صراحة، أقولها في كل صراحة، يعرف قيمة الدين من الذي فقد الدين. اتصال البارح، تبي تستغربون، اتصال أتاني من بريدة، يعني من هذا المكان، قال يا ابو عبد العزيز الله لا يهينك، عطني بشيء من وقتك من اجل الله. قلت اصلا كل اوقاتنا لله. قلت وش الخبر؟ قال معي شاب او يعرف شاب يقول انه ما بقى على التنصر الا يوم او يومين. صدقوني يا اخوان هذا بقى يعني في بريدة عندكم؟ تقول لا يا ابو عبد العزيز، قل لي والله والله يشهد على كلامي، يقول انه ما بقى على تنصره الا يوم او يومين. معقوله من شبابنا بداوا يفكرون الان في مساله التنصير؟ لا تستغرب شيء، ما استغربنا اول حالات الانتحار، ترى استغربنا حالات الانتحار اول. قلنا مستحيل احد ينتحر، يمكن نسمع الانتحار في امريكا، نسمع الانتحار في استراليا، نسمع الانتحار في اوروبا، ولكن ما كنا نتوقع يوم من الايام أن يكون الانتحار من شبابنا. وقفنا على أربع حالات انتحار، وأنا قلتها في إحدى اللقاءات، جاني شاب وقال أنا مليت وطفشت يا أخي شف لي حل، والله مليت وتعبت. ويحق له يا إخوان أن يتكلم الكلام. إنسان لا يصلي، إنسان يرتكب الكبائر والذنوب ويرتكب الفواحش، وأعزكم الله وأجلكم عمل قوم لوط الآن الذي ينتشر. وبأنزل في الساحة شوي واعذروني، أبنزل في الساحة شوي على مسألة عمل قوم لوط. خسف بقرية بأكملها، إلى الآن ما يدرون وين القرية، إلى الآن خسف بقرية قوم لوط، إلى الآن ما يعلمون لا أهل الجيولوجيا ولا أهل الفلك ولا غيرهم ولا الآثار، ما يدرون وين قرية لوط إلى الآن. قالوا بالبحر الميت، وقالوا بالبحر المتوسط، وقالوا انها كذا. المهم ايها الاخوان ان هذه الارض خسف بها لا هي ولا قومها، فانتهت من الوجود.
وسوف أتكلم. هذا الإنسان يقول يا أبو عبد العزيز، يقول يا أبو عبد العزيز والله ما في معصية إلا فعلتها، ولا في كارثة إلا مضيت عليها، ولا في فتاة إلا وقعتها، ولا في علاقة محرمة إلا ولي فيها طريق. قلت صلي، سألت سؤال، ليش يا أخوان؟ لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مستحيل إنسان يقع في الفواحش والمنكرات، يعني يتلذذ في مسألة الحرام وهو يحافظ على الصلاة. قال 25 سنة ما ركعت لله ركعة، 25 سنة. والله يا إخوان أني أصف لها المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني، يقول ما أدري. حتى قلت تعرف جامع الراجحي؟ يعني جامع الراجحي في كل بلد يكون معروف. قال وش جامع الراجحي؟ إذن دليل أنه ما يشهد. فيقول مليت شفني حل. والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ترى المسألة عظيمة يا شباب تكفون، ترى شبابنا يموتون في حالات انتحار شيء ما يوصف، أعداد خيالية. مزق ملابسه أمام، قال أنا صراحة مقدم على الانتحار ومليت. فعلا يا إخوان بعد 15 يوم جيت إلى مغسلة الأموات ويأتي ذلك الشاب قد انتحر وودع الدنيا، مات ميت منتع انتحار. إذا أقدم على مسألة الانتحار. حادث على أحد الطرق، حادث على أحد الطرق في المنطقة الشرقية، يقول أخوه، أخو المتوفي، يقول أبو عبد العزيز بدينا نفتش بسيارة أخوي بعد الوفاة، يقول لقينا دخان ولقينا بلاوي ولقينا مصايب وأغاني وغيرها، يقول لقينا ورقة مصفوطة مكتوبة داخل لا أحد يطالب في وفاتي ترى يبيت منتحر. تكفون يا شباب، ترى مسألة عظيمة، المسألة عظيمة، لابد لنا أن ننتبه. بالله عليك افتح لي عقلك شوي، في هذه الليلة راح تكون في مفاجأة، وأنا مخبي مفاجأة ولكن لعلها تكون آخر الكلمة مفاجأة. صدقني ربما أنها ما مرت عليك أو ربما أنك ما شفتها يوم من الأيام، مفاجأة. ولكن أقول هذه المفاجأة راح تغير شيء في حياتك. أقول افتح لي عقلك شوي وتمعن وفكر. يوم من الأيام، يوم من الأيام دخلت على مستشفى عسكري في المنطقة الشرقية. هذا المستشفى يا إخوان في قسم مكتوب وحدة الأمد الطويل. وحدة الأمد الطويل عندنا الآن في المستشفيات العناية المركزة، يجلس إنسان يوم يومين ثلاث أيام أسبوع أسبوعين ثلاث أيام، ثم يحولونه للجناح ويجعلون عليها الأجهزة إذا ما تقبل الجسم شيء من العافية والصحة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمور بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغمور بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا شاب، يا من تسمع الكلام، إذا كنت معافى وصحيح أحمد الله جل وعلا. ترى غيرك الآن بين الحياة والموت، ترى غيرك الآن مشلول، ترى غيرك الآن مصاب بالسرطان، ترى غيرك الآن مصاب بالإيدز، ترى غيرك الآن إلى الآن ما يعلمون وش العلة والمرض الذي أصابه. دخلت وحدة الأمد الطويل، مشيت يا إخوان قرابة أكثر من 50 متر، والله ما تسمع إلا الأجهزة، أجهزة ما تسمع إلا الأجهزة، ما في أحد يتحرك بهذه الغرفة. أنا أعرف الدكتور في هذا القسم، قلت بالله عليك عرفني على الأقسام أو عرفني على الغرف. وقفنا على واحد الأجهزة يا إخوان، أجهزة في القلب، تنفس صناعي، جميع الأسلاك داخلة في جسم هذا الإنسان. سبحان الله، أقول ربي رحيم إلى هذه الساعة ويعاني من المرض. هذا الكلام متى يا إخوان؟ الكلام عام 1429، دخلت في هذا المستشفى. يقول لي الدكتور لو تدري هذا الولد أو هذا الشاب يمكن بعمر 30، يقول لو تدري مغمى
المعصومة عليها الآن في غيبوبة تامة، يعني في غيبوبة ما يعرف شيء من أمره، اللهم أنه يتنفس. يقول القلب سليم، العقل سليم، يتنفس. يقول لا انتظر أمر الله. من متى الغيبوبة يا إخوان؟ من عام 1411. من عام 1411 هو يعاني في غيبوبة. هذا الإنسان شارك في حرب الخليج من ضمن الجيش السعودي، شارك في حرب الخليج، الحرب اللي كانت على الكويت والعراق، وجت طلقة في النخاع. يقول فأصيب بغيبوبة إلى الآن، إلى هذه الساعة وأنا أتحدث معكم عام 1432 إلى الآن في غيبوبة. بالله يا إخوان الآن كم يعني كم سنة؟ لو استيقظ هذا الشاب رجع إلى الحياة يوم كان عمره 20، الآن كم يكون عمره؟ الأربعينات. فشوف نحن في فأقول تكفون يا شباب، ترى المسألة مهمة. أعطيكم يعني شيء من الطرافة. يقول لك هذا شايب كان رايح له عجوز. تعرفون عادة الشيبان أفضل مرافقة له في السفريات أو الروحات والجيات العجوز. مستحيل تلقى شايب مركب واحد من عياله عمره 12 و13 إلا أن حاط حق مكدة توصيل طلبات، يعني عادة. شوف أبوك الآن إذا كان كبير في السن يبلغ من عمر 50 أو 40 أو 60، أضحك على أبوك، عطى من أنت ساكت، حتى يمكن تعطي نكتة يقول لا تدبل سبتي، سد حلقك شوي. شوف بعض الآباء هذا، بس إذا جت العجوز ها بس تعطيه كلمتين يعطيه ابتسامة على الطريق. هذا ركب الشايب هو العجوز وسوال، تعرف خاصة ترى العجوز ترى وزارة داخلية في البيت ما يرد لها طلب، يمكن خواتك وأمك يسار ويمين توصل طلبات. ترى الأم إذا أصدرت قرار غصبا عن الشايب ينفذ، وإن لم ينفذ بات في المطبخ، لأن بعض العجائز ترى عليها قرارات قوية أممية. تعرفون سالفة أممية؟ يعني أمم متحدة، ولكن أمم متحدة من عجز الحارة، يعني ربما يصير يعني انقلاب على هذا الشايب فيخسر الدنيا والآخرة. لا إن شاء الله الآخرة إن شاء الله مو خاسر. فجالس يسولف هو والعجوز منطلقين على نفس الطريق. واحد يشر بالطريق قال أم فلان وش رايك نرتبه؟ قالت يا أم فلان أوقف عليه يمكن معه فائدة معه مصلحة. ما في والله ما تطلع العجوز إلا فائدة. وقف قال من أنت؟ قال والله معكم الوظيفة كذا مسمى. قال أم فلان وش رايك؟ قالت والله وظيفة ونعم. أركب 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 ويركبها. تعدى شوي إلا في واحد يشر شكل شخصية بعد كذلك. قال أم فلان وش رايك؟ قالت اصفر اصفر الحين ركبنا الوظيفة يمكن في شيء ثاني. من أنت؟ قال والله المال. قالوا نعم وظيفة ومال. من الآن اللي حصل له وظيفة ومال؟ وظيفة ومال خلاص انت ترى حياة الدنيا، ترى حياة الدنيا اللي حنا الآن هاي يطل حياة الدنيا وعقارات وفلوس وسيارات. لا 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 لا، كان عندك وظيفة ومال ترى انت الموضوع كامل. وظيفة ومال. أم العيال الآن استأنست مصدر وظيفة ومال وأبو العيال. فجأة إلا واحد بعد كذلك شخصية واقف. قال من أنت؟ قال والله الدين. قال أم فلان وش رايك؟ قالت والله السيارة مزحومة يا أبو فلان شوي، أنت تشوف الزحمة كيف؟ لأن ما تبي الدين، تبي تفلها شوي. قلت والله يا أبو فلان يعني زحمة شوي، يعني تعرف يعني ما صعب يعني أركب. قال والله يا إنك الدين أنت حبيب وغالي وعزيز علينا وكلنا يحبك، ولكن تعرف يعني زحمة صعبة يعني ودي والله. قال الدين ترى من عادته يا إخوان ترى الدين سهل وسلس ولين. قال ما في مانع أنا بقعد عسى الله يقويك، يعني تمرني بعد نصف ساعة. قالت أم فلان خمس دقائق جايين إن شاء الله. والله من التسب خمس دقائق تبي تسحب عليه. فجأة إلا نقطة تفتيش، إلا وقف نقطة التفتيش الآن. قال من معك؟ قال معك ملك الموت. قال الآن معك ملك الموت.
عم فلان ومعي الوظيفة أو معي المال. قال ملك الموت أنا ما جيت أسألك لا عن الوظيفة ولا عن المال ولا أم العيال، وين الدين؟ قال والله كيلو وراي أرجع وجيبه. قال وين الدين؟ هل الدين معك الآن؟ قال والله بودي، ولكن والله أم العيال تعرفون وين سارت؟ زبنت عند مكان أعزف ولا العود.